يعتبر الملتقى الثقافي فنجان وكتاب في بلدة ساحور بفلسطين من الأماكن التراثية القديمة في المنطقة، حيث يعنى بنشر الوعي الثقافي في مجال التاريخ والتراث والفنون الأصيلة، ويسهم كذلك في خلق جيل ناضج ومثقف بمختلف فنون الأدب. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. هنا وفي مدينة بيت سحور وفي هذا المكان بالتحديد، والذي يحمل الشارع اسم مار ميخائيل في البلدة القديمة التراثية، يتواجد المبنى التراثي القديم الملتقى الثقافي فنجان وكتاب، وهو ملتقى ثقافي منبثق من مجموعة النادي الأرثوذكسي العربي في بيت سحور، يضم عدداً من المتطوعين المختصين في هذا المجال وبتعاون ودعم من بلدية بيت سحور. احنا في الملتقى هون بنحاول دائما نعطي دورات نوعيه، بنحاول نعطي دائما مساحه لجميع الاشخاص يجوا يحكوا ويعبروا عن ارائهم هون، دائما عندنا هاي المساحه المفتوحه. من الدورات اللي احنا بنقدمها عندنا هون في دورات مثلا كاراتيه للرياضه للاطفال، في كمان دورات رسم، دورات روبوت، معظم الدورات بتكون هي للاطفال او للسن الاكبر شوي، وفي كمان عندنا نشاطات مختلفه ثانيه اللي هي بتكون اكثر للشباب ولكبار السن. من اهداف كمان فنجان وكتاب لهي السنه هي تشبيك مع مؤسسات وملتقيات ثقافيه مختلفه من انحاء الوطن عشان نعرف المتطوعين عن بعض واحنا نوصل لكل انحاء فلسطين. وهان في فنجان وكتاب اكتسبت خبره كثير 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 كبيره، نمت شخصيتي، صار عندي كثير مسؤوليه، صار عندي روح للقياده، صار عندي كثير اشياء منيحه في حياتي. فانا مني من هون من مكتبه فنجان وكتاب بنصح كل شباب البلد يجوا هون، رح نصير أحسن، رح نستفيد، رح نطور البلد. أنا بنصح الكل يجي لأنه رح نكون عيلة ورح نكبر فيهم وفي وجودهم. يعنى هذا الملتقى بنشر الوعي على القراءة من الكتب المتنوعة، وخصوصاً بعد التطور التكنولوجي في وقتنا الحاضر، حيث يحتوي على مكتبة كبيرة تضم كتباً مختلفة تأخذ القارئ إلى أماكن بعيدة، والذي يتم من خلالها التعرف على التاريخ والتراث والفنون الأصيلة. وأيضاً ومن ضمن فعاليات الملتقى إقامة ندوات ومحاضرات ومعارض مختلفة وإعطاء دورات تعليمية بمبالغ رمزية ودورات شطرنج وكاراتيه والدفاع عن النفس والكثير من النشاطات المتنوعة التي تعود بالنفع والفائدة من هذا الصرح المميز. فنجان وكتاب موجود في هذا البيت القديم اللي هو دار ذكرت سابقا، بيت كتير حلو موجود في البلدة القديمة. احنا هون لما عملنا الأنشطة في ملتقى فنجان وكتاب وكأنه أعدنا الحياة لهذا البيت، إضافة لأعدنا الحياة للبلدة القديمة، فتم عمل نشاطات كتير حلوة في البلدة القديمة لإحياء البلدة القديمة والتراث فيها. ومن ضمنها كمان احنا بنعرف انه هون في البلدة القديمة قريب علينا في هون كنيسة مار ميخائيل، كنيسة كتير كتير قديمة، قدرنا انه نعاود انه نصير تنفتح ويعني نعمل فيها كمان صلوات، وفي كنيسة بئر السيدة العذراء قريبة كتير من هون كتير حلوة، بنشجع الكل يجي كمان ويزورها. بالإضافة لأنه هنا بسبب تحديات كورونا ما كان بالنسبة لنا الكورونا كان عائق، بالعكس كان لنا تحدي، بالعكس زادت عنا الدورات، صار عنا الأطفال والنساء والكل يجي على دوراتنا مع الأخذ بعين الاعتبار الحيطة والحذر، إضافة لأنه كمان صار عنا على الزوم نعمل محاضرات ويكون عنا محاضرين من خارج الوطن، بالإضافة أنه يكون عندنا حضور لهذه المحاضرات من خارج الوطن. فحرصاً على استمرار الثقافة في مهد الحضارات وبسبب شح مصادر المعرفة والعلم والثقافة، إلى أن هذا المنبر يخلق جيلاً ناضجاً مستنيراً ومتعطشاً لكل ما يغذي الروح والفكر والعقل، منبثقاً من سطور ما خطه الأدباء. فتنمية قدرات الأطفال والشباب تتطور وتنمو في ظل مساندة وإشراف طاقم مختص في كل المجالات. عندنا
نشاطات كتير حلوة ثقافية اللي هي بتحكي زي المسرح إلك، اللي هو بيكون عندنا مرة بالأسبوع في محاضرة، ومن هون إحنا بنخلق طريقة للتفكير للشباب لما بيسمعوا أي محاضر بيحكي، مش بالضرورة إنه يقتنعوا بكل حكي، ولكن بروحوا بدوروا على الحقيقة، وإحنا هون دورنا حتى نفعل هاي النشاطات. وفي عندنا كمان نشاطات اللي هي جد احكي لي عن أهلي بالتعاون مع مؤسسة وساطة، وهي بتحكي عن الناس اللي راحوا زمان يعني في البلد وكان لهم دور كتير كتير قوي وأثر في هذا البلد. أنا بشكر كتير كتير نورسات على هاي اللفتة الحلوة وعلى زيارتهم إلنا، نتمنى يجوا أكتر ناس يجوا يزوروا هذا المكان، وإن شاء الله بوصل صوتنا لكل العالم من بيت سحور من عند حقل الرعاة. شكرا للنورسات مارلين الحدوى من الملتقى الثقافي فنجان وكتاب بيت سحور.